السلام عليكم، تنشكركم كاملين، السلام الله عليكم جميعا. شكرا لكم المتتبعين القدامى والجدد واللي تيتابعوني، ولا كنتي اول مره تشوف قناتي ما تنساش تعملي بلايك واشتراك باش توصل بجديد وصفاتي اللي هي سهله وبسيطه. مرحبا بكم في المطبخ المعمري. اليوم غنقدم معكم يعني اللي ساهل يعني ومكوناته بسيطه وموجوده في كل بيت. تنحتاجوا فيه معلقه كبيره ديال الخميره، خميرة فورية أو خميرة بلدية، نص كيلو ديال الفورس، كاس ديال الماء كبير دافي، وتنديرو فيه شوية ديال الزيت وثلاثة المعالق ديال السنيدة وفانيا وشوية ديال الملحة يمكن ذكرتها. المهم مكوناته سهلة. تنسجو المقادير، تنحطو الملحة فوق منها، تنضيفو الخميرة ونص كيلو د الفورس، وتنضيفو سنيدة، تنزجو المكونات كاملين، تنضيفو الماء، كاس ديال الماء دافي، الماء على حسب تخلط العجينة. إلا كان لقيتوها إلا تجمعت ليكم، وخا تكون جارية ماشي قاصحة، راه باش تيجيو طويل يعني، هما بيني اللي ساهلين وبصاب تيجيو يعني الوليدات. وتنبداو نضيفو الماء تدريجيا، هو كاس كبير ديال الماء راه كافي يعني، باش واخا كي قلت لكم تجيكم جاريه او يعني راه ما تضيفوش فيها طحين، فقط نص كيلو ديال الفورس ديال الدقيق الابيض. تبقاو نخلطوهم وتنبقاو تندمجو العناصر مع بعض مع بعضها، تدلكوها مزيان، خاصها تدلك. اللي عندها العجانة راه تديها في العجانة، اللي ما عندهاش خاصها تدلكهم مزيان، تحطهم على في المكان ديال سطح العمل وتخدمهم، وعاد ضيف عليهم الزيت على العجينه. كي قلت لكم واخا تبقى رخوه العجينه راه مزيانه تطلع. تبقاو مستمرين تندخلوا الزيت في قلب العجين، واخا تتلصق ما تضيفوش عليها الدقيق، تنقولها ونعاودها باش ينجحوا. بالنسبه اللي عندها الوليدات تيكونوا تيبغيو ديك البيني تسنقاو ديك الشيء، توجدهم لها في الدار بطريقه سهله وسهلين دغيا تيوجدوا. مكوناتهم بسيطه، تنصمدوا في الدلك العجين تقمدلكوها على هذا الشكل. وتنحطوها تختمر، تنتركوها تقريبا شي على ما تختمر لينا العجين شي نص ساعه، تنخليوها تنخليوهاش بزاف لان من بعد تنولي نخليوها تزيد تختمر شويه، تنغطيوها ونخليوها. بعد ما تختمر لنا العجين تنجيبوها، بعد ما اختمرت لنا العجين تنفردوها بالدلاك، تنبسطوها واللي هي خصها الدلاك باش تجي رقيقه يعني يكون عرضها ما فيهاش. تبقاو كتيسوها بيدي ومن بعد بالدلاك باش نحصلوا على السمك اللي بغينا. بعد ما فركناها بالدلاك، فركناها عفوا دلكناها، تنحتاج لها شي جو سنتي ولا ثلاثه ما يكونش العلو ديالها كبير باش ما تيجيوش منفوخين بزاف. وتنجيبو القطاعه تنقطعو الدواوير، ولا بغينا على شكل هلال كذلك.
صافي تنستمروا حتى تنكملوهم. يعني كل واحد كيشكلهم بشكل نجمه، شكل هلال، هلال شكل دائري. بعد ما كملناهم على هذا الشكل هذا غنخليوهم يختبروا عاد شي تقريبا شي ربع ساعه. تنخليهم كي قلت لكم يختبروا شي ربع ساعه، تنغطيو عليهم باش ما يجوش منفوخين بزاف. بعد ما تركناهم شي ربع ساعه اختبروا على هذا الشكل. تنكون وجدنا الزيت اللي كاين في كاسرونة شي حاجه، المهم انهم تسخن الزيت تبقاو نضيفوهم. تنضيفوهم ما نحبو ما نضيفوهش بزاف على حسب باش ما ياخذوا الوقت ديالهم باش يستاو، ما نخليوهمش يتحمروا من تحت. تنبداو نحركوهم، ما تخليوهاش تحمر في البدايه، تبقاو نقلبوهم باش يجيو النفخ اللي بغيناه فيه. صافي غير تحسو بهم بداو تيتفخو في الزيت تنبداو نقلبوهم، تنبقاو نحركو ونقلبوهم، تنبقاو نقلبوهم. حاليا دابا تنفخو كنقلبوهم، هانتوما كيشتو ما تحمروش. غادي عاوتاني نخليهم شويه، من بعد ما فتح نقلبوهم عاوتاني تنوليو نبقاو نحركوهم ونقلبوهم حتى تيتحمروا للجهتين. هانتوما عاوتاني ولينا قلبناهم، متخليوهاش تحمر، وتبقى نقلبوهم على كل ما قلبناهم تيكون السمك اللي بغينا في الانتفاخ باش ما تيجيوش مفشوشين. هذا هو السر ديالهم باش يطلع ناجح. صافي تنبقاو على هاد الحالة هكايا، عاوتاني تنحطو التانيين تنبقاو عليهم هكايا نفس الاول، تنبقاو عليهم يبت لكم السر ديالهم باش يجيو معتدلين، ما تيجيوش لا منفوخين بزاف ولا مفشوشين. هو التحريك المستمر ليهم وكيتقلبوا قبل ما يتحمروا من التحت، قبل ما يطيبوا كاملين من التحت. وتنبقاو على هذا الشكل هذا، ما كنخليهمش باش ما يجيوش قاصحين، باش يجيو رطبين. هو خص الزيت تكون سخونه فاش يكونوا تسخنين تيخمروا ديك ربع ساعه، تخليهم يسخنوا بزاف في الزيت. صافي هانتوما كي تشوفوا تيجيو تيجيو زويونين محمرين ومنفوخين على حسب كي قلت لكم السمك اللي بغينا. تنضيفو عاوتاني نفس الشكل، يعني نفس العملية تنديرو، تنبقاو نفسها. كيف حصلنا عليهم؟ درنا شي وحدين على شكل هلال، ولا هادو تنفندوهم في سنيده، تنكونو موجدين شي زليفه د سنيده، وتنضيفو كذلك عليهم المربى كونفيتي اللي كان يوم. وكان هذا هو شكلهم النهائي، هادوك فلدناهم في سنيده، وهادوك خليناهم هكاياك، وهادي تنفتحوها اللي بغى على حسب الرغبه، تنديرو فيها الكونفيتي المربى في قلب منها. وكان هذا هو كانت هذه وصفتنا ديال اليوم، بيني ليهم سهل وخفاف. وتنشكركم كاملين وشكرا على حسن المتابعه، وهما تيجيو ناجحين. وما تنساوش دعموني بلايك، واللي ما شاركش معايا الشاك معايا فضلا ولا عيسى امران،
وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع اهلكم اصدقائكم الى عجبكم، وتنتمنى تشجعوني ديما، وشكرا لكم كاملين على حسن المتابعه. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، دمتم سالمين. وما تنساوش بارطاجيو الفيديو باش الا كان غادي تستفدوا منه، بارطاجيوه للعائله. وشكرا لكم جميعا.